كورونا الفيروس القاتل بصمت، ورغم انخفاض حالة الإصابة به لليوم الثالث على التوالي، إلا أن عدد الحالات قارب 70,000، الصين تحتضن النسبة الأكبر منها، وتتوزع البقية على 28 دولة، شفي منها أكثر من 9,500 حالة. أما الوفيات بسبب الفيروس فتخطت 1,600، غالبيتها في بؤرة تفشي الفيروس مقاطعة هوبي الصينية. وبينما تفرض الموانئ حجراً صحياً على السفن القادمة إليها خوفاً من الكورونا، فمستجدات التحاليل التي تجرى على ركاب السفينة السياحية دايموند برينسس العالقة في الحجر الصحي قبالة السواحل اليابانية أظهرت وجود 67 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الركاب وأفراد الطاقم إلى 285 حالة. الكورونا لا يلقي بحمله على آسيا فقط، ففي أوروبا سجلت أول حالة وفاة جراء الفيروس في فرنسا، ووفقاً لوزيرة الصحة الفرنسية فإن هذه الحالة تعود لسائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً، كان يتلقى العلاج في مستشفى في باريس منذ أواخر يناير الماضي. منظمة الصحة العالمية التي تخرج يومياً ببيان حول مستجدات انتشار الفيروس نصحت جميع دول العالم بأخذ احتياطاتها استعداداً لاحتمال وصول الكورونا إليها، مشيرة إلى أن تفشيه لا يزال يشكل حالة طوارئ بالنسبة للصين. روان حمزة، العربية.